صبحكم الله بالخير والرضا والعافية، ونسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم ويرزقكم الخير كله يا رب العالمين. صبحت اليوم الصباح على مناشدة من الأخ مجدي السيابي، أحد مرضى الثلاسيميا. نسأل الله لهم الشفاء وأن يعينهم يا رب العالمين. طبعا مجدي يقول بأنه راح مستشفى الجامعة وبسبب نقص حاد من المتبرعين، هو وبعض اللي نفس المرض ما وجدوا إلا كيس واحد، وهم محتاجين بالشهر كيسين دم. طبعا الفصائل مختلفة، ما نحدد فصيلة واحدة، ولكن حاليا مجدي يقول بأنه هو كفصيلة دم أو سالب، وأيضا البعض من مرضى الثلاسيميا حاليا متواجدين وأبلغوهم بأن كيس واحد متوفر نظرا لنقص الحاد من المتبرعين. يا جماعة خير، إن لم تستطع أن تتبرع فالدال على الخير كفاعله. انشرها. عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ حياكم الله، يا مرحبا فيكم. سامحوا على الإزعاج، بس مجد السيابي محتاج لهم، وأنا من المرضى الثلاثين، وطبعا ممكن نص الناس تعرفني، والمرضى الثانيين محتاجين دم. أيوة، ماشي غير واحدة واحدة، حد دم ستة، حد سبعة، وحد ثمانية، فذيل محتاجين دم، وبنوك الدم ماشي، بنك مش في الجامعة ما في شيء. فنتمنى حد يجي يتبرع، او اذا لم انت ما تروم يتبرع خلي حد غيرك يتبرع، ارسل الفيديو. جزاكم الله خير، فساعدونا وانقذونا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.